الصحة والجمال. كل عام وحضراتكم بخير، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات في هذه الأيام المباركات. يتواصل معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد، لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS، او يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بتجميع الرسائل والإجابة عليها في الحلقات التالية. نختار بعض الرسائل الإجابة عليها مباشرة من خلال الصفحة، والبعض الآخر اللي بيهم الناس كلها ويكون الرسالة مختصرة ومركزة بنعرضها أثناء الحلقة. وسنبدأ بعرض الرسائل اللي رغم أننا جاوبنا جزء كبير منهم، لكن حقيقة كم كبير قوي موجود. نبتدي كده. السلام عليكم. سؤال: أنا عندي، هل الحمل العنقود يكتشف بالأشعة التلفزيونية أثناء الحمل؟ الإجابة نعم. وهل يوجد وسيلة قاطعية لاكتشاف الحمل العنقودي في حالة ما بعد سقوط الحمل؟ لا، مفيش غير تحليل الأنسجة اللي كانت نزلت من الحمل. السلام عليكم. كنت بعاني من بطانة رحم مهاجرة، قمت بعملية منظار بطن من 7 شهور، بعده مباشرة ظهرت أكياس على المبيض ما بين أكياس دم. طبعا مرض البطانة المهاجرة من أكثر أمراض الطب ارتجاعا، ويجب بعد إزالة أكياس الدم أخذ علاج تهبيطي لمنع ارتجاع هذه الأكياس. قمت وأكياس مية، لأن دايما الناس اللي عندهم البطانة المهاجرة بيبقوا أكتر الناس عرضة لحاجة اسمها لوف سندروم، ليتونايزد انرابشر فوليكل، اللي هي بويضة لا يحدث لها خروج ويتكون كيس مائي مكانها. قمت بتركيب لولب هرموني لم يحل مشكلة الأكياس، ساعد فقط في تهدئة الرحم والحوض. أيوة، بيقلل الأعراض وبيقلل الآلام. بعدها أخذت أقراص من الحمل فيتفتح الأكياس، وعندما أوقفها ترجع الأكياس مرة تانية. من أسبوعين فتح الكيس الموجود، كان حجمه 5.5 سنتي. دكتور المعالج نصحني استمر على الحبوب 3 شهور متصلة حتى لا ترجع الأكياس. نعم، هذا واحد من الأساليب، ولكن من أسبوعين من وقت فتح الكيس وأنا أعاني آلام شديدة أسفل البطن والسونار غير مبين السبب. طبعا السبب في الاغلب ان حضرتك حصل لك التهاب في الحوض، التهاب حوضي. هذه من مضاعفات جراحه المنظار ومن مضاعفات مرض البطانه المهاجره، ان يحصل التهابات مزمنه في الحوض والتهابات مزمنه في الانابيب. ده الكرونيك بي اي دي، الكرونيك بلفيك انفلاماتوري ديزيز. كان هيبقى حاله حاده واكيوت ما الالم يبقى شديد، بيعملوا السونار ما بيبانش حاجه، لان ده بيكتشف بتحاليل اسمها تحاليل معاملات الالتهاب عشان يكتشفوا وجود الالتهاب ويجب علاجه. أنا سيدة عمري 29 سنة متزوجة من 5 سنين، عندي ولد وبنت عمرهم 4 سنين، الحمد لله كان عندي تكيسات قبل الحمل. مفيش في مرض تكيس المبايض كلمة كان، مفيش كان عندي تكيسات، هو مفيش مرض، ده مش دور برد وبينتهي، مفيش فيه الفعل الماضي، مفيش كان عندي تكيسات، اسمها أنا عندي تكيسات وهيفضل عندي تكيسات ولن تشفى ولن تنتهي. هذا مرض لا شفاء ولا نهاية له، فقط العلاج يضبطه. طبعا هم فهموا حضرتك كده، هتشوفوا بقى الخداع اللفظي اللي بيستخدم. كانت الدورة بتقعد بالشهرين ما تجيش، اتعالجت كتير الحمد لله، ربنا رزقني بولد وبنت، الدكتور قال لي شلتلك التكيسات. مفيش كده، ومفيش جراحة بتشيل التكيسات، والتكيسات ليست ورم ليزال، هي خلل في الهرمونات. شلتلك التكيسات وانت بتولدي لان بولد قيصري. عمل ايه يعني؟ كوى المبيض وقت الولادة القيصرية، هذا لا طائل منه على الاطلاق، لان جراحة كي وتثقيب المبيض اللي هي جراحة لعلاج تكيس المبايض هدفها زيادة استجابة المبيض لأدوية التنشيط وزيادة فرص الحمل خلال 6 شهور التالية لعمل هذه الجراحة. هو عمل ده وانت بتولدي، بعدها هتبقى في رضاعة اللي مفيش سعي للحمل فلا طائل من ورائها على الإطلاق، وهي ليست جراحة لتنظيم الدورة وليس الهدف منها ده ولا تحقق هذا الهدف، هي جراحة لزيادة فرص حدوث الحمل. من حوالي سنة حصل حمل لكن ما ظهرش في الرحم، والدكتور قالت لي نصبر 10 ايام نشوف هيطلع ولا لا. حصل سقوط قبل ال10 ايام، كان عمر حمل 40 يوم، بعدها الدورة انقطعت عني تماما، وبدأ يجيني ألم في المبيض الشمال ومغص شديد وهرمون لبن عالي جدا،
رحت الدكتور قال لي ده كسل في المبايض، مفيش مرض في الطب اسمه كسل، هذا الطب الصعيد، مفيش حاجة اسمها كسل في المبايض، حاجة اسمها تكيس مبايض، معرفش ليه ما بيقولوش الحقيقة. اداني منشط وقال لي هيحصل حمل بس مفيش حاجة حصلت. المتأله على الله اللي بيقول هيحصل حمل، الحمل هبة من الله مهما كانت الظروف يقينية جيدة، مش ده معناه انه هيحصل حمل. المتأله على الله هو اللي يقول انه هيحصل حمل، الحمل يعلمه الله. الدورة ما بتجيش الا لو خدت حقنة، واخر مرة جات لي بنزيف، ده من كتر شدة مرض تكيس المبايض، درجات الشديدة تؤدي إلى سمك شديد في بطانة الرحم يحدث هذا النزيف. طبعا ده مرض غير معالج جيدا والست بتخدع، وبالتالي مفيش أي تطور، الدنيا بتتدهور. ورحت وقال لي عندك تكيسات، واداني منع الحمل لمدة شهرين. دي أول مرة يبقى فيه كلام طب، وقال لي هنشوف الدنيا بعد كده، ومفيش دكتور عايز يفهم إني مش عايز أولاد وإني عايز أتعالج وأكون ست طبيعية. حضرتك عمرك ما هتكوني بلا مرض، لكن هيبقى عندك مرض منضبط لما تفقدي وزن وتمشي على علاج مظبوط، تمام؟ ما لم نحقق ده هتبقى المشاكل كده، هيبقى عندنا تكيس مبايض، الدوره هتبقى متلخبطه، وبعدين ما بتجيش، وبعدين سمك شديد في بطانه الرحم، وبعدين يحصل نزيف مع الدرجات الشديده من المرض، ثم نبقى بعد كده عرضه لا قدر الله اورام غير حميده في بطانه الرحم مع الدرجات الشديده غير المعالجه من تكيس المبايض. عايز اعرف التكيسات ممكن تعمل كل ده ولا ممكن يكون في حاجه تانية، وايه العلاج الصح؟ ارجوك جاوبني لان الشيطان وصلني لحاجات كتير في دماغي، ربنا يبعده عنك وعننا. رساله اخرى، السلام عليكم، انا وسام من اسكندريه، كنت كلمت حضرتك من حوالي سنه، اجريت لي عمليه حقن مجهري وفشلت وانا عندي تكيس مبايض. حضرتك قلت لي ان ده مش العلاج الامثل ونصحتني اذهب لدكتور تاخر حمل، فعلا ذهبت لدكتور عالج التكيسات، اداني برشام في ماره حملت في شهرها، ومعايا عمار عنده 6 شهور. بشكر حضرتك جدا على النصيحه، ارجو تعطيني نصيحه كيف امشي في الايام القادمه، عمري 27 سنه والدكتور قال لي كملي سيدوفاج، ودكتور الاطفال قال لي غلط اثناء الرضاعه، لا ليس خطا ولكن يمكن العوده له بعد 6 شهور من الولاده. هذه الرساله من الجزائر، من سعاد من الجزائر، من 30 سنه عمرها، متزوجه من 18 شهر، لم يحدث حمل. الحقيقه هي بعت ارقام التحاليل، ارقام التحاليل لما بتتبعت بالارقام بتصل متلخبطه وفي سطور واحده، مش قادر افهم مين تحليل من مين، خاصه ان حضرتك بعت كمان التحليل النورمال رينج وده انا مش محتاجه. لكن هي اجتهدت بقى في انها كاتبه الاشعه بالصبغه، واضح ان التقرير كعاده اهل الجزائر كان مكتوب باللغه الفرنسيه، هي اجتهدت انها تترجمها لي للانجليزيه، وال التقرير بيقول ان هو يعني طبيعي تماما، لكن بيقول ان في يعني عدم مثالية في توزع الصبغة في الحوض، وبتقول انها متزوجة من سنة ونص زي ما قلنا، والتحليل بتاع الزوج سليم وجدار الرحم سليم. يعني ارجو ان حضرتك تبعتي لي هل تم اجراء اي جراحه قبل كده ولا لا، عشان نفسر ليه بيقولوا ان في خلل في وضعيات الرحم وفضعيات الانابيب. نمره 2، عايز حضرتك تبعتي مره اخرى التحاليل مرسله، كل تحليل باسمه والرقم جنبه في سطر ثم سطر اخر يفصله عن التحليل الذي يليه، عشان ما تصلش التحليل كلها في سطر واحد ويحصل اختلال في الارقام زي كده. برضو أنا الحقيقة دي شخصيتي وطبعي، الحلقة السابقة في سيدة بعتت لي رسالة وبتقول لي هيحصل حمل من الأنبوبة دي ولا لأ، قلت الله يعلم الغيب. زي ما برضو في سيدة بعتت تقول لي ويا ترى لما خس للوزن ده هيحصل حمل ولا لأ، الله يعلم الغيب. والكلام ده بيضايق ناس معرفش ليه، يعني أنا ما أقدرش أقول، كل واحد تقول لي هيحصل حمل الله يعلم، لكن أنا أقدر أجاوب على سؤال، في فرص أن يحصل حمل؟ نعم هناك فرص، الفرص دي يزيدها كذا يقللها كذا، لكن ما يبقى السؤال انا بقى عملت كيت وكيت وكيت هيحصل حمل الشهر ده؟ الله يعلم ما اعرفش، تمام؟ لو كل شيء مظبوط تماما ليس بالضروره ان يحدث حمل، للمره الالف الحمل هبه من الله، يهبه لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، لا يهبه بارقام ولا تقارير ولا كلام الاطباء. لما تكون كل حاجه منضبطه ومظبوطه تماما وكويسه جدا يبقى عندنا فرص للحمل. الفرص دي تبقى ما بين 20-40% في الشهر اللي بنسعى فيه لحدوث الحمل، يعني 60% اللي يحدث و40% اللي يحدث لما تبقى كل حاجة مظبوطة. فلما يبقى السؤال هيحصل حمل ولا لا، أرجو من الله هذا، لكن الله يعلم الغيب. أنا مش هقرا الرسالة دي لأن أنا جاوبت عليها مباشرة في الرسائل في الصفحة.
السلام عليكم، أنا من دولة الجزائر، عمري 34 سنة، متزوجة من 4 سنوات، أعاني من بطانة الرحم المهاجرة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا الوطن العربي في مشكلتين رئيسيتين في تأخر الحمل، مشاكل الإباضة وتكيس المبايض، ومشاكل تانية بتاعة البطانة المهاجرة. وزي ما بنقول ان الرسائل اللي بتوصل لنا دي من الحياة ومن المجتمع، فهي معبرة عن المشاكل الموجودة. فكل ما تبقى المشاكل اللي موجودة بتبقى والأسئلة متجهة لموضوع معين، ده معناه مدى انتشاره في المنطقة العربية، زي ما هنشوف الموضوع اللي بقى أكثر انتشارا وعمال يزيد هيجي يمكن رسالة عليه في آخر الحلقة. أنا من دولة الجزائر، عندي بطانة رحم مهاجرة من أكثر من 6 سنوات، عام 2010 أجريت عملية فتح بطن لكيس دموي. هذا هو الشيء السيء، زي ما قلنا استئصال الأكياس الدموية يجب أن يتم عن طريق المنظار. المنظار هي أقل جراحة لإحداث التصاقات، المنظار يحافظ على المبيض ما بيستأصلوش، المنظار بيختبر الأنابيب، المنظار بيزيل أي التصاقات لو كانت موجودة مسببها المرض، المنظار يمكنك من التعامل مع المشاكل الموجودة. لكن لما بنفتح البطن بنزود فرص حدوث الالتصاقات، والأسهل على الطبيب اللي هيفتح البطن لوجود كيس دموي أنه أحيانا يستأصل مبيض فالست تفقد مبيضها. فاختيار فتح البطن هو الاختيار الأسوأ طبعا، لأن المنظار لإزالة كيس الدم عملية متطورة جدا ومش الناس كلها بتقدر عليها. فأنا بشوف كده ناس بيخدعوا الست، يقول لها هنعمل لك منظار، فيتعمل منظار بعد 5 دقايق ومفتحين بطنها وهم كانوا مقررين هيفتحوا البطن. هنعمل لك منظار، ويعملوا منظار يثقبوا الكيس يخرموه ويفضوا اللي جواه ويقوموا جاريين. ده مش جراحة لاستئصال كيس دموي، ده جراحة لثقب الكيس، ودي لا تفيد بأي شيء. والناس مش قادرة تصور الفرق بين جراح مناظير ماهر ومتقدم وقادر يعمل الجراحة دي، وجراح تاني بيبص بالمنظار ويمشي. نكمل بقى. جريت جراحة لفتح البطن لإزالة الكيس الدموي، أهو اللي بقوله بالظبط هو اللي حصل. أثناء العملية تم استئصال المبيض الأيمن كاملا. طبعا يعني هذا شيء سيء، ست دلوقتي فقدت مبيض، بقت بمبيض واحد، واحنا عارفين الحقيقة أن عدد البويضات ثابت ولا يزيد ولكن يقل بمرور الوقت. الست دي فقدت نص مخزونها من البويضات بفقدانها مبيض، إلى جانب أنها مصابة بداء البطانة المهاجرة، وهو مرض معلوم عنه أنه يقلل مخزون المبيض من البويضات، إلى جانب أن عمرها 34 سنة، وده سن قد يؤثر بالسلب على مخزون المبيض من البويضات. لم أخد أي مثبطات للمرض قبل أو بعد العملية. في 2011 أجريت أشعة بالصبغة وطلعت الأنابيب سليمة. أخدت طبعا بيعملوا أشعة بالصبغة ليه؟ لأنه العملية ما تعملتش بالمنظار، فبالتالي ما تمش اختبار الأنابيب. وأخدت منشطات ولم يحدث حمل. في 2014 أجريت حقن اصطناعي لم يحدث حمل. أخدت تنشيط كثيف المبيض 9 حقن جنال، والنتيجة بويضتين فقط. في فيفري 2015 أخدت مثبطات للمرض. هنا أصبحت المثبطات بلا معنى، لأنها بعد الجراحة ب4 سنوات فقدت قيمتها. وأخدت 10 حبوب من الحمل لإنزال الدورة ولم تنزل. أسألك ماذا أفعل يا دكتور وأنا في دولة الجزائر والطب في هذه الدولة يعاني؟ حقيقة أنا بلاحظ الكلام ده. حضرتك مطلوب تعملي تحليل لمخزون المبيض من البويضات، ولا أظن أنه وصل لدولة الجزائر، لكن لو موجود هو هذا هو المطلوب، عشان إذا كان المخزون متأثر كما أعتقد، وعشان ما بتطلعيش إلا بويضتين رغم عن هذا التنشيط المكثف، يجب اللجوء إلى الحقن المجهري. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بك يا فندم. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه وبكل سلامه، انت واهل بيتك واهل مصر جميعا والمنطقه العربيه. من علمه واحنا بنستفاد من حضرتك كتير والله. انا متشكر لحضرتك، يعني ربنا لا يحرمنا من صالح دعواتكم. ربنا يبارك فيك. حضرتك يا دكتور، انا يعني الحمد لله انا متجوز من 7 سنوات. كويس. وزوجتي عندها تكيس المبايض. اي فندم. الحمد لله يعني بعد 3 سنين من الزواج منشطات ومتابعة موضوع التكيس وكده. ايوه. فما حصلش نصيب، فعملنا كي مبايض. ايوه. فالحمد لله بعد كي مبايض ربنا كرمنا بالحمل، والحمد لله دلوقتي معايا بنوتة. ربنا يخليها لك. بعديها بقد ايه من العملية؟ بعد العملية بحوالي 6 شهور. تمام. هو دي الفترة الذهبية المثلى للآثار الإيجابية لجراحة تثقيب المبيض بالكي لعلاج تكيس المبيض. تفضل. وبعدين جه بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا بحمل تاني بدون أي منشطات أو أي حاجة. أيوة. تابعنا الحمل ده لحد آخر أسبوع. أيوة. في نص الشهر التاسع. أيوة. فجه الدكتور حدد لنا ميعاد الولادة. فجيل رحنا عشان خاطر تولد وكده، ف
فهو بيولدها، فالولد فتلاقي الحبل السوري مقدر، والولد كان اتبرز في بطن امه وبلع من البراز بتاعه. ايوه. فجينا بعد كده الولد الحمد يعني هو نزل، بس كان بيصرخ وكده، فالممرض نضف له البراز ونضف له شويه حاجات كده وبتاع، وخدناه على حجرنا شويه بتاع ساعه، وبعدين نفسه تعب ودخل الحضانه. رجعنا الحضانه تاني. فجه دكتور الاطفال طلب ان هو يعمل له ايكو. فعملنا له ايكو وكده، تلاقى في ثقبين في القلب موجودين بزائد البراز اللي هو بلعه. ايوه. والثقبين بساط جدا، هو قال لي ما يسكروش بس البراز اللي اتبلع ده. فانا جيت رجعت الدكتور النساء تاني فسالته، قلت له يا دكتور طب حضرتك انت ما شفتش البراز ده الموجود في السونار اللي عملته الصبح؟ قال لي البراز ما بيبانش في السونار. يا فندم البراز ما بيبانش في السونار، لكن اللي بيبان في السونار ان البراز ده سببه نقص الاكسجين اللي واصل للطفل، فالاكسجين اللي واصل للطفل قليل لان وظائف المشيمه قليله، وظائف المشيمه القليله هيبان قله في كميه الميه اللي حوالين الجنين. يبقى مش هيبان البراز، لكن هيبان علامات اخرى تقول ان في الدنيا هنا مش مظبوطه. تمام. طيب الحمد لله هو الولد توفى بعد 11 يوم من الولاده، بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش، مش عارف احط ايدي على ايه، على حاجات يعني ايه، يعني مش عارف اذا السبب في الدكتور ولا السبب في الولد ولا السبب. السبب في المتابعه. كان نبضه ماشي طبيعي وكل حاجه كانت ماشيه في طبيعيه. السبب في المتابعه. السيدات اللي عندهم تكيس مبايض، الكلام ده بنقوله وبنصرخ بيه وبرضه ما حدش عايز يصدق، ها؟ والكلام ده مثبت يعني. الستات عندهم تكيس مبايض لما بيحملوا عرضه لبعض المشاكل في اول 3 شهور في الحمل، لما يعدوا 3 شهور عرضه لارتفاع السكر في الدم في الاسابيع الاخيره في الحمل ويجي لهم سكر حمل، او لارتفاع الضغط وضعف وظائف المشيمه، وبالتالي هم عندهم عرضه لمشاكل في مشاكل اول الحمل ومشاكل اخره. فالمشاكل اللي اخره دي هي الست دي تعرضت لواحده منهم اللي هو ضعف وظائف المشيمه، فقله في نقص الدم اللي رايح للطفل، فنقص في الاكسجين، فارتخاء في عضلاته، منها عضلة الشرج اللي حبس البراز جوه الشرج، فسحب البراز إلى المية، ونتيجة لنقص الأكسجين الشديد بيحصل له بريماتيور ستيميليشن اوف ريسبيريشن، يعني تنشيط مبكر لمراكز التنفس، ويبتدي يعمل حركات التنفس داخل الرحم وهو لسه ما اتولدش، فيبلع المية دي، ويبلع المية اللي فيها براز دي، فبتعمل له نيمونيا، بتعمل له التهاب رئوي شديد. عشان كده بعد ما نزل من صرخ اول صرخه، لكن بعديها ابتدت الرئه مش قادره تشتغل لان فيها التهاب شديد، فدخلوه، وكل يوم عن يوم يقولوا لكم ده على اكسجين، لا ده ابتدينا محتاجين جهاز تنفس، لا ده حاله التنفس بتتدهور، لان حاله الرئه اصيبت بضرر بالغ من الميكونيوم او من البراز اللي حوالين الطفل. ان شاء الله يعني ربنا يعوض عليكم، ان شاء الله الكلام ده ما يتكررش، بس الكلام ده محتاج متابعه جيده اثناء الحمل. مريضات تكيس المبايض هي مشكله مزمنه، مشكلة في ان الست ما بيحصلش تبويض، مشكلة في ان في سوء في نوعية البويضات، مشكلة في تأخر الحمل، مشكلة في فرص عالية للإجهاض، مشكلة في فرص أعلى الإصابة بتسمم حمل، مشكلة في فرص أعلى الإصابة بسكر حمل، ثم بعد 40 سنة الست نفسها يجي لها سكر وضغط وعرضة لمشاكل تانية، ثم عند 50 سنة هي عرضة لهايبركوليستروليميا، خلل في الكوليسترول ومشاكل أخرى في بطانة الرحم وأورام أحيانا غير حميدة الثدي والرحم. كل ده منظومة اسمها تكيس مبايض، هو ده المرض من أوله لأخره بكل مضاعفاته. إن شاء الله ربنا يقيكم ده وما يتكررش مرة أخرى. كل السيدات وكل الأنسات فاصل، وبعد الفاصل بشرة خير ونواصل. كل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، عادت إليكم ومعكم وبكم بشرة خير، شايلها الطير تنور ليل لقلب عليل بيحلم من زمن بطفل جميل. لكل من أكثرت في الليل من الدعوات وابتهلت إلى رب السماوات، تكسر من الدعوات في الأيام المباركات أن يهبها طفل جديد من البنين أو من البنات. هنا دائما الموعد وهنا دائما اللقاء. كل عام وحضراتكم بخير وبشرة خير. معانا رسالة. سلام عليكم، أولا بحب أشكر حضرتك دكتور، كل اللي بتقدمه ربنا يجعله في ميزان حسناتك. مدام أسماء، كنت بتابع مع حضرتك، لفيت فترة طويلة، كان 2007 كنت حملت وتوفي الولد في شهر 9 عشان المية خلصت من حواليه بسبب قيصرية. أثناء القيصرية الدكتورة رفعت الأنبوبتين وهي بتخيط الرحم، وكمان كان فيهم سوائل. جيت لحضرتك وحولتني الدكتور أسامة،
ورجعت لك تاني وكملت علاج مع حضرتك. الحمد لله اتربت لي بطانة رحم بعد ما كان عندي التصاقات شديدة داخل الرحم. حاولت اعمل حقن مجهري بيتابعوا البطانة وبيحاولوا يكبروها توصل لعشرة. طبعا هي كاتبه بقى اسامي الادويه، الحقيقه جربوا معاها كل حاجه. البطانه بتوصل لاربعه ونص او خمسه، بعد كده بتوصل لسته سنتي وما بتزيدش عن كده ابدا، ورجعوا الاجنه عن كده. والدكتوره قالت عشان الالتصاقات كانت عنيفه الانسجه اجهدت. نعم حصل حضرتك عندك تليف في بطانه الرحم، فاحنا نجحنا ان نزيل الالتصاقات، ونجحنا ان يبقى فيه تجويف رحم، ثم نجحنا ان يبقى فيه بطانه رحم. لكن بطانه الرحم دي من التليف اللي حصل وضعف الدمويه وسريان الدم ليها ما بتتغذاش كويس، فمش واصل لها دم كفايه، فالادويه اللي احنا عمالين نديها دي بطانه الرحم ما بتحسش بيها وما بتزيدش. هو السؤال حضرتك بتقولي اعمل ايه؟ بصراحه ما عنديش امل خالص في علاج يكبر البطانه توصل لسبعه وثمانيه. اسفه طولت على حضرتك بس كان لازم اشرح حالتي عشان تفتكرني. طبعا يا مدام اسماء الاستمرار على العلاج ما فيش فقد الامل. احنا كنا فين؟ ما كانش عندها تجويف رحم، ما كانش بتيجي دوره، ما كانش فيه بطانه. الوقت بقى فيه تجويف رحم. هذا شيء سيء ان تكون قيصريه عملت الكلام ده كله، لكن للاسف ده بيحدث، وده من اسوء الحالات اللي بنقابلها في تاخر الحمل، ان يحصل التصاقات وتليف وتلف لبطانة الرحم. لكن في امل. احنا كنا فين وبقينا فين؟ كنا من غير دوره، الوقت بقينا دوره. كانش عندها تجويف رحم، الوقت بقى فيه تجويف. ما كانش فيه بطانه، الوقت فيه بطانه. الاستمرار على العلاج ان شاء الله يحدث اثر وتتحصل البطانه عشان ينجح الحقن المجهري بالتوفيق باذن الله تعالى. معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. انا يا دكتور انا لي 4 سنين متجوزه وحصل معايا حمل 3 مرات. أيوة. الحمل سنة كاملة. سنة كاملة. وعملت منظار وعملت أشعة بالقوة تمام، مليش حاجة. بس جوزي عنده حرارة منوية مشوهة بنسبة 73%. و73% دي قالوا لك إن دي تمنع حمل؟ مش عارف، ما أنا بحمل يا دكتور، بس دي كمان 45 يوم بينزل. طيب قالوا لك إن الحيوانات المنوية المشوهة هي السبب في الإجهاض؟ لا يا فندم، الكلام ده مش مظبوط. وال 73% تشوهات ما هياش حاجه مش طبيعيه، ومسموح لحد 85% تشوهات في المعايير الحديثه للسائل المنوي لو كنا بنستخدم ميكروسكوب فائق التكبير. والحيوان المنوي المشوه لا يخصب، وبالتالي هو ليس سبب الاجهاض، وهذا من المعلوم من الطب بالضروره من سنه 1988، مر عليه أكتر من 20 سنة. واللي يقول كده يبقى بيقول كلام متأخر عن الطب. الحيوان المنوي الضعيف لا يخصب، الحيوان المنوي المشوه لا يخصب، وبالتالي اختلالات السائل المنوي ليست مسؤولة على الإطلاق عن أسباب الإجهاض مطلقا. والرجال ليسوا مسؤولين عن أسباب الإجهاض، أحيانا يبقوا مسؤولين كروموزوميا لكن مش مسؤولين كحيوانات منوية على الإطلاق. واللي بيخلي حضرتك تتأخري في الحمل لمدة سنة هو اللي بيخلي حضرتك الحمل يبقى ضعيف. وعملت تحاليل وعملت منظار وما وصلتش لحاجة، حضرتك روحي لحد متخصص وهيصل إلى حاجات ومشاكل. شكرا. العفو يا فندم. دلوقتي في معانا كمان رسالة تانية. أنا كنت عامل عملية خراج على الزايدة في شهر 8 اللي فات، دكتور منعني من الحمل لمدة سنة لأن كنت هتحس استكشاف بالطول، هذا ليس داعي لمنع الحمل لمدة سنة. أخدت 5 حبوب من الحمل وجوزي سافر، بعدها دلوقتي رحت للدكتور نسا عشان أعرف إذا كانت العملية أثرت على المبايض والرحم ولا لأ. العملية لا بتأثر على المبايض ولا بتأثر على الرحم، العملية بتأثر على الأنابيب. قال لي لازم اعمل لك اشعه بالصبغه الاول قبل ما ابدا معاكي اي علاج للحمل، مع العلم ان الدوره منتظمه كل 28 يوم وانا عندي 22 سنه وعندي بنت عندها 2 سنين. سؤال لحضرتك، لازم اعمل اشعه بالصبغه دي؟ ايوه لازم. ممكن تكون العمليه فعلا اثرت على المبايض، ممكن تكون اثرت على الانابيب، ولا ايه المفروض اعمله عشان امشي صح؟ تعملي الاشعه اللي بالصبغه. اخي انا عندي سنه زواج وحملت وسقطت، بعد 6 شهور ظهر عندي كيس في الرحم. اكيد تقصد كيس على المبيض. الرحم عضو عضلي لا يتكون به اكياس. عملت عمليه قيصريه لاستئصاله. اكيد تقصدي عمليه بفتح بطن، لان القيصريه هي عمليه الولاده. اما الستات المصريات فمن طبعهم ان يقولوا على فتح بطن تقول عملت قيصري، وطبعا بقى يا سلام على الاملاء تقول عملت كيثري كاف وث، ولا تقول عملت كيسرية، والكلام ده كله اسمها قيصرية نسبة إلى قيصر. والعملية ما اسمهاش قيصرية طالما مش بولد، اسمها عملت عملية فتح بطن لاستئصال كيس على المبيض، وهو أسوأ الحلول. ولم يقع حمل بعدها، وأحس بألام شديدة في أيام الإباضة وفترة الحيض مع اضطراب في الدورة. أنا تعبت هنا في تونس في طب بتستغل وضع المريض، مع العلم أن طبيبي لم يعطيني أي تحليل عشان يشخص حالتي، وزوجي بيدخن الله يهديه وبيشرب الخمر. طبعا زوجك ده قد يؤثر على تحليل السائل المنوي بتاعه، اما
مفيش تشخيص لحد دلوقتي، حتى الكيس اللي أزال لم يحلل عشان نقدر نقول لحضرتك حضرتك بتعاني من ايه، وان كان الوصف بيقول ان ده كيس دم وان ده مرض البطانة المهاجرة وهو ما يحدث هذه الالام الشديدة، خاصة ان احنا ما خدنالوش اي علاج. طيب معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عايز اعرف ايه الخطوات الصح في علاج بطانة الرحم المهاجرة، والافضل ان انا امشي على علاج فترة واعمل منظار، ولا المنظار وبعد كده امشي على علاج، ولا مش والله يا فندم ايه الدرجة اللي عند حضرتك؟ ايه درجة المرض؟ يعني حضرتك عندك كيس دموي مثلا؟ انا كشفت الدكتور قال لي عندك بطانة الرحم المهاجرة عاملة كيس دموي بس حجمها صغير، قال لي هنمشي على العلاج شهر، خدت فيزان شهر، قال لي لو ما عملش نتيجة نعمل المنظار. رحت له بعد ما الشهر خلص قال لي لا، يعني خفت بسيط، نمشي كمان شهرين لو ما عملش نتيجه نعمل المنظار. بس انا اصلا مش عايزه اخد علاج تاني بقى خلاص، يعني انا كل شهرين يقول لي شهر وكل شهر يقول لي شهر، عايزه ابدا للمنظار على طول، بس مش عارفه ايه اللي المفروض يحصل بعد المنظار. حاضر. الدواء اللي حضرتك بتقولي عليه ده وذكرتيه بالاسم، دواء اختراعاته واحد من اكبر شركات الدواء الالمانيه، اختراعاته لتخفيف الام مرض البطانه المهاجره. كويس. ولانها اخترعته لتخفيف الام من مرض البطانه المهاجره، هو بيقلل الالم جدا عظيم عند الاستمرار عليه 3 شهور، اقل مده له 3 شهور. لما جه مصر الدكاتره المصريين، الدواء لما جه مصر الدكاتره المصريين اللي ما بيعرفوش يعملوا مناظير قعدوا يستخدموه للستات اعتقادا، وابتدوا يقولوا ويخلوا الشركه تقول انه بيقلل حجم الاكياس الدمويه، وهو يقلل حجم الاكياس الدمويه عند الاستمرار عليه، بس يقلل حجم ايه؟ الكيس اللي حجمه 6 7 8 سنتي هيبقى حجمه 5 سنتي بعد الاستمرار على الدواء ده 5 6 شهور. العلاج الدوائي هام جدا، ولكن العلاج الدوائي في حاله الاكياس الدمويه هو المرحله نمره 2 بعد اجراء الجراحه، لان الاكياس الدمويه بتقلل مخزون المبيض من البويضات، حضرتك متسابع عشان المخزون يقل، بتحدث التصاقات في الحوض، حضرتك متسابع عشان التصاقات تزيد، بتحدث خلل في اداء الانابيب، حضرتك متسابع عشان الانابيب تبقى أسوأ. الكلام ده كله يكتشف المنظار، الكيس الدموي يزيله المنظار، بعد المنظار ناخد علاج، وبعد المنظار وطبقا لما نراه داخل المنظار نحدد انا فرصي في الحمل ايه، لان اللي بيقول لحضرتك كده متناسي قاعده ان الستات اللي عندها مرض بطانه مهاجره لدرجه اكياس دمويه عندهم 60-70% احتماليه للجوء الى الحقن المجهري، وده لازم ان يراعى. طيب هناخد الاتصال، بس دايما السؤال ده مهم قوي. السلام عليكم، لو سمحت في تطعيم الحوامل حقن التيتانوس، هل هي ضروريه ام ليست ضروريه؟ دي فضيحه. ها، في دول تتعدى على ايد الاصابع اليد الواحده في العالم اللي بتدي الستات تطعيم ضد التيتانوس. التيتانوس ميكروب موجود في براز البهايم وفي براز الابل، وانه ينتقل لسيده بتولد معناها ان بتولد في منطقه فيها مثل هذا، وهذا شيء سيء ووصمه عار. والسيدات المصريات لما بيروحوا دول الخليج وبيسالوا على هذه الحقنه بيقعدوا يستثيروا ضحك الاطباء في الخليج، ومن القليل جدا ان دول في العالم تدي تطعيم للست ده، الست اللي هتولد في مكان محترم ليس من الضروره على الاطلاق، مكان محترم ده يعني اي حتى مستوصف طبي، انها تاخد هذه الحقنه. لكن كل الستات المصريات بتبقى حريصه عليها لسببين، السبب الاولاني انها ببلاش واحنا متعودين اللي ببلاش لازم نروح ناخده، والسبب الثاني اصل ده الحكومه عاملاه، يعني هي هتعمل حاجه تضرنا؟ لا، هي ما بتضرش، لكنها لا ضرر منها على الاطلاق، لكن لا فائده الا الست اللي هتولد في مكان فيه اللي قلنا عليه. معنا اتصال تليفوني. اتفضلي يا مروه. اتفضلي. طيب محمد اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك كنت بكشف انا والمدام حوالي من عند حضرتك من شهر. ايوه. ودلوقتي حصل حمل، كان عندها هرمون الغده عالي. كويس. وكان عندها الهرمون اللبن عالي. تمام. هما في تكيسات. جميل. تمام. تمام. دلوقتي نكمل علاجي او دلوقتي نعمل ايه؟ يعني حصل حمل حاليا دلوقتي. حاضر حاضر. مبروك يا ولد. دوت. حاضر. انتوا متزوجين بقالكم قد ايه يا استاذ محمد؟ بقالنا 3 سنين يا باشا. او اربع سنين. وده اول مره يحصل حمل؟ اول مره يحصل حمل يا فندم. بعد ما خدنا العلاج بتاع حضرتك. طيب كمان حصل حمل. مبروك. حاضر يا فندم. الله يبارك فيك يا باشا. كل سنه وحضرتك طيب. حاضر. اولا دايما احنا بنقول على مرضات العياده الاتصال بالعياده، بس انا هجاوب حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. اولا مبروك، لازم نبقى عارفين مده الحمل قد ايه. ثانيا العلاجات اللي احنا مدينها كلها لو استمرت عليها طول الحمل مفيش منها اي ضرر، فما فيش يعني ما تزعجش نفس حضرتك انا اخدهم ولا اوقفهم ولا ولا ولا. بعض العلاجات مطلوب الاستمرار عليها،
طيب الدواء بتاع الغده مطلوب الاستمرار عليه طبقا للتحليل، فانا مش قادر اجاوب حضرتك لان حضرتك لازم تقول لي تحليل الغده كان كام عشان اقول لا ده كفايه يتوقف ولا لا ده نستمر عليه. الدواء بتاع هرمون اللبن لا ضرر منه على الاطلاق لو استمرنا عليه. طب بقيه الادويه لا ضرر منها على الاطلاق. حضرتك تفضل مستمر على الادويه لحد ما تتصل بينا فنقول لحضرتك تعمل ايه وتجي لنا امتى عشان نحدد ايه الخطوات اللي بعد كده. ومبروك الحمد لله يعني الذي بحمده تتم النعم والصالحات. متشكر لحضرتك جدا وان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله تعالى ويتم حملكم على خير. معانا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه وبكل سلامه. دكتور من فضلك لو سمحت، انا متجوزه بقالي 3 سنين وحصل لي عمليه اجهاض، وبعد عمليه الاجهاض ما فيش بطانه رحم خالص، كل ما اروح اكشف عشان يحصل يعني تبويض. هو حضرتك عملتي تفريغ، عملتي كحت؟ اه عملت عمليه كحت في سقط شهرين ونص بس، فعملت منظار رحم قالوا لي البطانه ضعيفه وما فيهاش دمويه. ايوه. وباخد لها العلاج ما بتكبرش وما بتجيليش دوره خالص. ده للاسف ده ده ده, ده, ده دي درجات سيئه قوي. ده شيء سيء قوي. نعم ده شيء سيء قوي. اه يعني بيقولوا لي شبه يعني ما فيش اصلا ضمره تالفه متليفه. ايوه معلش دكتور انا سامع حضرتك كويس فهسمح. طب حضرتك كلمي وانا هعلق. فقال لي البطانه ضعيفه جدا وما فيهاش دمويه، ولما باخد لها العلاج اللي هو السايكلوبروجينوفا ما بتكبرش خالص. اداني علاج تاني ما كبرتش برضه وما بتجيليش دوره، فمش عارفه يعني اعمل ايه. بعد اذن حضرتك تفيدني. حاضر. شكرا جدا يعني. العفو يا فندم. طب ناخد الاتصال التاني بس ضروري نجاوب السؤال ده ان شاء الله. اتفضلوا اتفضلوا. اتصال تاني. الصوت مش واصلني. سهر اتفضلي. ايوه الصوت اتفضلي. الدكتور معاك؟ اه حضرتك على الهواء اتفضلي. اه يا دكتور ازيك؟ اهلا بحضرتك اتفضلي. انا يا دكتور اسمي سمر ومن قرية في الصهاري. شرفتينا. وعندي 28 سنة. ايوه. ومتجوزة ليا 2 ونص. ايوه. وما حملتش خالص. ان شاء الله يحصل عن قريب. كذا دكتور يا دكتور وجاب لي عندي التكيسات على الموبايل. ايوه. وبعد كده عطاني علاج والعلاج ما عملش اي حاجه. فرحت للدكتور السعاج قال لي عندك عمليه. فرحت عملت العمليه دي وانا لي 10 شهور عاملاها اهو لسه برضه ما حملتش، وكان كاتب لي على العلاج استمر عليه لحد لما ربنا يكرمني. فلي 10 شهور اهو واخد سلوفاج ولسه ربنا ما كرمنيش. الدوره منتظمه؟ ايه؟ الدورة منتظمة؟ الدورة لما باخد سولوفاج هتيجي، لكن لما باخدوش بتأخر عليا، سبته شهر راح اتأخرت عليا 40 يوم ما جابنيش، رحت للدكتور راح قال لي لازم تاخدي سولوفاج ده على طول. تمام. طيب انا يا دكتور انا ليا من يعني ليا 40 يوم 41 يوم ما جابنيش الدورة، يعني انا اخد البرجام بانتظام وما جابنيش لها 41 يوم. حاضر. يعني من 2/5 اللي فات دي. طيب حاضر. طيب ناخد اتصال كمان. طيب الى ان يصل صوت الاتصال بس عشان ما نفقد المدام اللي كانت بتقول ان حصل لها اجهاض وتم بعده عمليه كحت. احنا دايما الوقت بنافويد بنحاول نتلافى الجراحه وبندي الستات علاجات اولا، واذا العلاج ما نفعش نروح للجراحه. والجراحة لما بنعملها بقينا بنعمل جراحة تفريغ بالشفط، بندخل آلة تشفط الأنسجة والأجنة بدل عملية الكحت القديمة. هذه العملية أجرت هذه السيدة تجريف للرحم زي ما بيجرفوا الأرض، فبيشيلوا الجزء الحلو من بطانة الرحم. الست دي اتعمل لها تجريف وكحت جائر فأزالوا بطانة الرحم الى درجة ان بطانة الرحم اصبحت لا تنمو، فبطانة الرحم لا تنمو لا تستجيب لهرمونات المبيض، فالست ما بينزلش عليها دورة، وعندها التصاقات داخل الرحم، وعندها تلف في بطانة الرحم وضعف في دمويتها لان حصل تليف شديد. هذا سوء في اجراء الجراحة،
وهذه من أسوأ الحاجات اللي بنقابلها في تأخر الحمل. دايما احنا عندنا نقطة الريسبتور الموجود المستقبل، هي الأرض اللي بنزرع فيها البذرة اللي هي بطنط الرحم. بطنط الرحم دي الوقت تالفة، فمهما كان في بذرة بتطلع وفي بويضة مفيش أي نتيجة. الست دي بتاخد أدوية وبتاخد هرمونات، والهرمونات ما بتوصلش أثرها للبطانة ولا بتزيدش، لأن الدموية بتاعت البطانة قليلة كمان. طبعا دي درجة متقدمة جدا من تلف بطانة الرحم. للأسف إن إمكانيات حلولنا في إيدنا قليلة قوي في الحالات اللي زي دي. مفيش غير الصبر والاستمرار على العلاج، ونرجو من الله أن يجدي وأن البطانة دي تستجيب. بطانة الرحم منطقة حساسة جدا، تلفها قد ينهي تماما فرص الست في الحمل. طب وليه بنقول ينهي؟ لأن حتى الحقن المجهري لا ينفع، مش هتحط أجنة فين؟ مفيش أرض لتستقبله. أرجو من الله أن ربنا يكرمك. أما بالنسبة قبل ما نيجي للاتصال التاني، بس ناخد الرسالة دي. زوجتي تعاني من ورم ليفي 6 في 6 في جدار رحم، أبدأ الإجهاض متكرر، وكشفوا وقال إن لازم تعملوا عملية. عايزين نيجي لحضرتك، خايفين من الجراحة وعايزين نزيل العملية بالمنظار. طبعا هم بيتكلموا معايا عشان أنا جراح مناصير، وإن ده تميزي ومنطقتي، لكن 6 في 6 ده مش هيتشال بالمنظار، ده مش هيتشال بالمنظار. قبل ما نخلص بس والدقيقه، لان انا عندي رسائل كتيره، بعد اذنكم تسيبوني دقيقتين. دي رساله طويله جدا بس انا الحقيقه حريص ان انا اقراها. بتقول ان انا مصريه عايشه في كندا، عندي بنتين، ولدت بنتي الثانيه في كندا، بس عشان تعرفوا المشاكل بتحصل في كل حته. ولدت في كندا، ايه اللي حصل بقى؟ الولاده كانت سيئه جدا، ترتب عنها تلوث داخلي بالرحم والقولون وتجويف البطن وشلل بالامعاء بعد العمليه. تم حجزي بالمستشفى، اخذت جرعات كبيره من الضاد الحيويه، بدات حرارتي تنخفض وحالتي تحسن، طلعوني على اساس ان بقيت كويسه. فضلت عندي الام بشع وعدم قدره على الاخراج بصوره طبيعيه، حصلت سقاط طبعا بإعطائي. رحت بقى في مصر للدكتور في اسكندريه وهي قايله اسمه، قال لي عالجني عن التلوث واداني مزيد من المضادات، ولما لم تتحسن حالتي لما اخد بالمضادات بمجرد ما بيخلص بترجع الاعراض تاني. في النهايه قال لي ان المشكله عندي وجود التصاقات بالحوض ومش هتتعارض مع حاولتي الانجاب مستقبلا. هذا كلام خاطئ من اساسه، ما انت ما بتحمليش اهو. نمرة 2، وقال لي ويتم قطعها في العملية القيصرية الجاية. طب الأول هحمل إزاي عشان يتقطعها؟ والأمعاء، ونصحني بعدم القيام بمنظار البطن. يعني ده يعني أقول إيه بس؟ ما بيسيبش حتى الناس اللي بتعرف تقول الكلام المظبوط، عشان مش هتحل المشكلة وهترجع للالتصاقات. بس هتقل مشاكل الأمعاء. ومش بدخل الحمام إلا بالملينات نتيجة للالتصاقات الشديدة، وعملت رنين وأشعة مقطعية. ثواني يا جماعة. وفي كندا عندي عملوا لي تحليل مخزون المبيض المبيضات، لقوه ضعيف، وسني حاجه و30 سنه، وكمان عندها التصاقات وعندها لوف سندروم، بتاخد تنشيط للتبويض وما بيحصلش تبويض والبويضات ما بتخرجش، وبتقول عايزه انزل اتعالج في مصر. سيدتي المجموع ده كله بيقول ان فرص حدوث الحمل الطبيعي قليله، ويجب اللجوء الى الحقن المجهري. نص دقيقه اخيره. متزوج من 5 سنوات، انجبت بعد 1.5 سنة، عملت اشعه بالصبغه بينت ان عندي انسداد في الانبوبه، حملت بدون منشطات، ولدت بقالي 3 سنين ما حصلش حمل، لازم نعمل اشعه بالصبغه مره اخرى. اخر رساله. انسه عمري 13 سنه، جات لي الدوره الشهريه من سنه، اول ما جات لي بتاخر بالشهرين 3، ورحت للدكتور قال لي عندي تكيسات، واداني سيدوفاج وخسي، واداني حبوب من الحمل، واني انسه. خفت من اقراص عن الحمل، مفيده جدا وبتظبط الخلل الهرموني جدا، ولا ضرر منها على الاطلاق، والضرر هو من ترك المرض بدون علاج. كده خلصنا كل الرسائل، في رسالتين بس هنجاوبهم الحلقه القادمه. كل السيدات وكل الانسات للاسف كالعاده الوقت مر بينا، ارجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما بنستفيد ونسعد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا. كل عام وانتم بخير، تتكرر الايام الجميله علينا، يا رب دايما اشوفكم بخير واجيلكم في معادي بلا تاخير، ويكون دايما دايما اللي بينا كل خير، وتضلل علينا بشرة خير. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة tv.